مع السيدة كلينتون. ويبدو أن فرنسا التي أتمت آنفا حملة ناجحة في ليبيا تحاول تعميم النموذج الليبي، فقررت رفع التعاون مع المعارضة السورية علها تنتقل إلى مرحلة تأليف مجلس وطني على غرار المجلس الليبي. لكن ليس في سوريا ما يكفي من ذهب أسود تقدمه المعارضة إلى فرنسا كما فعلت معارضة القذافي. وبحسب صحيفة ليبراسيون الفرنسية، فإن اتفاقية موقعة في نيسان الماضي من قبل المعارضة الليبية تمنح الفرنسيين 35% من إجمالي الخام الليبي في مقابل دعمهم التام والدائم للثورة. والوثائق بالوثائق تذكر، فقد كشف اليوم عن مراسلات أمريكية مع الاستخبارات الليبية فحواها مساعدة أمريكية لنظام القذافي قبل سقوط العاصمة طرابلس من أجل مواجهة الثوار. وهنا بيت قصيد العجلة الفرنسية في بت الملف الليبي قبل أن تتمكن الولايات المتحدة من فرض ستاتيكو ليبي مقسم بين شرق ثوري وغرب قذافي. لقاء باريس منح المجلس الوطني الليبي 15 مليار دولار، فمن جيب من يدفع هؤلاء؟ ولماذا لا يفرج عن كل الأموال المجمدة وحجمها يفوق 160 مليارا، ما دامت الدول الستون المجتمعة في باريس قد اعترفت جميعها بالمجلس سلطة جديدة على ليبيا؟ صوت من أنقرة على اليوم باتجاه إسرائيل، ولأنها رفضت الاعتذار عن جريمة أسطول الحرية طرد سفير إسرائيل وجرى خفض التمثيل الدبلوماسي إلى أدنى مستوى، فيما يموت العرب على يد الإسرائيلي كل يوم ولا يرف جفن حاكم عربي ولا حتى تركي، ويرفرف علم إسرائيل في سمائي عمان والقاهرة من دون خجل. لكن الموقف التركي بات يحتاج إلى منجم مغربي، فهي تقف سدا في وجه إسرائيل وتفتح ذراعيها لقواعد الناتو، وهي إن حطت في المنطقة فإن وجهة الصواريخ وآلة الحرب لن تكون إسرائيل، إذ إن أهدافها موضوعة مسبقا في إيران وسوريا ولبنان بحكم وجود المقاومة. وإلى مناطق المقاومة التاريخية، ولكن من دون المرور بمناطق حزب الله، حط مفتي الجمهورية المغضوب عليه من أهل بيت الأمس عبر طوافة في مرجعيون، خطوة جريئة للمفتي قباني الذي حل على العرقوب ضيفا مقاطعا من قبل فعاليات المستقبل، والحجة أن المفتي ابتعد عن خط دار الفتوى، وكأن هذا الخط لا يسير إلا باتجاه قريتم أو بيت الوسط. وهو أكد للجديد أنه يقف على الحياد وأن دار الفتوى للجميع، لكن الويل والثبور لمفتن حاول الانتقال من خط السنيورة والحرير إلى وسطية ميقاته. إذن في سوريا حصيلة تظاهرات جمعة الموت ولا المذلة نحو 20 قتيلا. الشعب يريد تدخل مراقبي الخارج، والغرب يصاعد هجومه على النظام. جمعة الموت ولا المذلة، افتتاحية أفطر عليها معارضو النظام السوري في أول جمعة.